وللمزيد ينضم إلينا الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة. بعد التحية دكتور محمد، يعني وزير الخارجية سامح شكري أكد ضرورة أن تعمل دول العالم على تغيير الثقافة المرتبطة بطريقة مواجهة تداعيات تغير المناخ، كيف ترى الجهود المصرية في هذا المجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا للتلفزيون المصري على إتاحة الفرصة نتكلم في قضية من القضايا المهمة جدا والتي تمس كل مواطن مصري وتمس كثير من الدول وخاصة الدول النامية. مؤتمر كوبنهاجن اليوم هو المؤتمر الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ. كوب 26 المنعقد الذي انعقد في جلاسكو في المملكة المتحدة أعطى الضوء، يعني ركز على كثير من التعهدات التي يمكن من خلالها وضع حد لمشكلة تغير المناخ. تغير المناخ الآن أصبحت القضية الأساسية التي تسبب كثير من المشاكل لكل دول العالم على السواء، سواء كانت دول نامية أو دول متقدمة. تقصد الدول الأكثر تضررا وهي في القارة الإفريقية وهي الأقل، لو نقدر نقول الأقل توجيها للأضرار المناخية؟ ودي نقطة كويسة جدا، أني أولا هذا مؤتمر 27، مؤتمر كوب 27 إن شاء الله يكون في شرم الشيخ في نهاية هذا العام الذي تتشرف مصر باستضافته ورئاسته، سيكون في مفترق طرق ستتحول التعهدات، وده اللي السيد وزير الخارجية اليوم أكد عليه تماما في كلمة مصر، أن تتحول التعهدات إلى أفعال. تغير المناخ ودور الدول الصناعية الكبرى في هذه القضية، وهو دور كبير لأنها المسبب الأكبر لهذه الظاهرة، يجب أن تلتزم الدول بالتزاماتها الأخلاقية والتاريخية في خفض انبعاثات غازات الاحتباس. مصر بتمثل قارة أفريقيا في مؤتمر 27، وفي نفس الوقت مصر وأفريقيا ليس لهم دخل لا من قريب ولا من بعيد فيما يخص غازات الاحتباس الحراري. مصر لا تمثل إلا 0.5% من مساهمات كل الدول، أفريقيا كلها لا يزيد عن 4%، بينما الدول الصناعية الكبرى الصين بمفردها 30%، الولايات المتحدة والهند والبرازيل كل دولة حوالي 8%، بالتالي هذه الدول عليها التزامات. ومن هنا جاءت الاجتماعات الوزارية، وهي اجتماعات تمهيدية مهمة جدا لأن يكون مؤتمر الأطراف 27 في مصر، أن يكون نقطة فاصلة في التحول إلى الأفعال. التمويل وهو جزء مهم جدا من الدول المتقدمة، كثير من التعهدات تمت خلال المؤتمرات السابقة في خلال السنوات القليلة السابقة، ولكن لم تلتزم الدول بتعهداتها. لذلك كانت كلمة مصر واضحة في الدفاع عن مصالح مصر ومصالح الدول الأفريقية ومصالح الدول النامية بصفة عامة، لأن هي الدول الأكثر تضررا. مصر في خلال السنوات الماضية القليلة الماضية أعطت نماذج مهمة في كيفية أن تقوم الدول بخفض انبعاثاتها، رغم أننا انبعاثاتنا قليلة. مصر تعهدت أن يكون كل المشروعات الممولة من الخزانة العامة بحلول 2030 مشروعات خضراء، يعني قليلة أو منعدمة الانبعاثات. أن تكون مصادر الطاقة في مصر بحلول عام 2030 حوالي 50% من مصادر الطاقة طاقة نظيفة. أن مصر استطاعت أن تحصل على السندات الخضراء الدفعة الأولى تقريبا حوالي 750 مليون دولار. كل هذه الأمور تجعل حتى الاستثمار في مصر في خلال السنوات القادمة هو استثمار أخضر، وكل الدول وكل المنظمات الدولية تسعى في هذا الإطار. المجمل والملخص للأمر أن كلمة السيد وزير الخارجية اليوم، وهي كلمة مصر، هي كلمة تعطي إشارة واضحة للدول في أهمية تنفيذ تعهداتها خلال الفترة القادمة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة.